السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مطبخ أكلات زمان. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية رقاق ناشف تشرفك كده في عزايم رمضان، حاجة كده تحفة، كريسبي من بره وطرية من جوه ومستوية من تحت، يعني فاخر من الآخر. تعالوا كده نسمي الله، بس ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس اللي تحت عشان يوصلك الوصفات بتاعتنا أول بأول. أول حاجة هنسمي الله ونعصج اللحمة. معلقة من السمنة، بصلتين ضربتهم في الكبة ونزلت بيهم على السمنة، شوحت البصلة كده لحد ما دبلت معايا، وبعد كده نزلت بالنص كيلو من اللحمة المفرومة. ممكن تعمليها بربع كيلو من اللحمة المفرومة لو الصينية بتاعتك صغيرة. أنا هنا عاملة صينية مقاس 30، فحطيت نص كيلو لحمة مفرومة. شوحت اللحمة كده لحد ما لونها اتغير معايا، وبعد كده نزلت فلفل رومي ضربته في الكبة. لو انتي بتحبي سبايسي مفيش مشكلة، الفلفل بيخلي العصاج ريحته تحفة وطعمه حلو جدا. بعد كده حطيت بهارات، من كل حاجة معلقة صغيرة، معلقة صغيرة فلفل أسمر، حبهان، مستكة، ورق لوري مطحون، وحطيت الملح. قلبت كل الكلام الجميل ده مع بعضه، وآخر حاجة حطيتها ربع فنجان من المية. هسيب العصاج يستوي براحته ويشرب المية اللي أنا حطيتها، وكده العصاج بعد ما اتعصج معايا تحفة، ريحته حلوة جدا. جبت صينية مقاس 30 وبدهنها كده بالسمنة، بس بدهنها دهنة كده مظبوطة، وبرص 4 رقات تحت وبحط 4 رقات فوق. ممكن تحطي 3، بس التلاتة الخرطة بتبقى رقيقة كده ما بتبقاش حلوة، الا 4 الخرطة بتبقى حلوة كده وماسكة نفسها. بجيب الشوربة، ويا سلام بقى لو شوربة لحمة يبقى أحسن وأحسن، وبرص الرقاق وبحط شوربة كده وبظبط الأطراف عشان حتة الرقاق يبقى كلها سمك واحد، ما يبقاش في حتة عالية وحتة واطية. بساوي كده بأطراف إيديا زي ما انتوا شايفين، وبحط شوربة، الحتة اللي بلاقيها ناشفة بحط لها شوربة. ما بحط السمنة خالص في الرقاق، بكتفي بالسمنة اللي موجودة في الشوربة وموجودة في اللحمة المفرومة، علشان ما يبقى سمين، اكنك كده بتاكلي حتة جلاشة مش رقاق. حطيت الاربعة التانيين، ولو الشوربة بتاعتك نقصت طبعا بتزوديها، وبرص ال4 رقاقات زي ما انت شايفة كده، مفيش اسهل من كده، حاجة كده الله هو اكبر تشرفك في العزومات تحفة. اهم حاجة تسويها علشان كلها تطلع سمك واحد، شايفين؟ والحتة اللي بلاقيها ناشفة بحط لها كبشة من الشوربة زي ما انت شايفة كده، مفيش اسهل من كده. بقطعها، قطعيها بقى سمبوكسات، مربعات، اللي انت حابة تقطعيه قطعيه. انا قطعتها كده مربعات، وبحطها في الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. اول ما الاقيها كده احمرت من الجوانب بولع الشواية تاخد لون، وبحط كده سمنة على الوش، ويا دوبك ما بتكملش نص ساعة وبتطلع معاكي تحفة، شايفين كده الله هو اكبر قبل ما ندخلها الفرن عاملة ازاي تحفة كده. بعد ما طلعت معانا جميلة جدا جدا، ريحتها حلوة قوي، كريسبي من برة، طرية من جوه، مستوية من تحت، اكنك بتاكلي كده حتة فطيرة باللحمة، جميلة جدا، حاجة كده فعلا هتشرفك قدام ضيوفك. كده الفيديو خلص، ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس اللي تحت عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.